السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التصريح الجديد للمدرب واحد خالي لوسيش، واللي هضر فيه على الاخبار المتداوله مؤخرا حول قرب اقالته من المنتخب الوطني المغربي، وايضا غادي نشوفوا ما قاله حارس الميرينغ ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا على المغربي ياسين بونو. وكالعاده بدون اطاله ندخلوا نيشان في الموضوع ونبداو اول مع تصريحات المدرب واحد خليلو. مبدئيا التصريح ديالو كان مع موقع نت، واللي قال فيه بالحرف: من قال ان المغرب تخلى عني ما يكتبه الاعلام غير صحيح. نعم، الإعلام يكتب كل شيء والصحفيون يكتبون كل شيء لأنهم يريدون المال. من المثير للاهتمام ألا يكتبوا شيئا عني. والغريب أن ديك الصحافة اللي كيقول عليها أنك تنشر الأخبار من أجل المال فقط راه هي نفس الصحافة اللي كيطلع معاهم دائما، سواء الصحافة البوسنية أو الكرواتية وحتى الصحافة الفرنسية، لأنهم هما أيضا قالوا أن الإقالة ديالو مسألة وقت ليس إلا. أيضا خالي لوزيتش قال: ما زلت مدربا للمنتخب الوطني المغربي. بالنسبة لهذه القصة أصبحت أكثر إثارة للإشمئزاز. لأكون صادق معكم، انا لا اريد التحدث عن الموضوع بعد الان، سنرى كل ما يحدث ولا توجد مشاكل لدي. وطبعا هنا كلامه غير منطقي بتاتا. كيفاش خالي لوزيتش ما عندوش مشاكل وشنو غادي نسميو داكشي اللي واقع بينه وبين اللاعبين وخرجاته الاعلاميه على فوزي القجع؟ هادشي هضرنا عليه مرارا وتكرارا فلا داعي للتكرار. المهم خالي لوزيتش كمل تصريحاته قائلا: كيف يمكنني القدوم الى دينامو زغرب وانا مدرب للمنتخب المغربي؟ سنرى كيف سينتهي كل شيء، لا يمكنني التحدث عن ذلك. انتم الصحفيون تبحثون باستمرار عن إثارة بعض الأحاسيس. ومرة أخرى شكون اللي قال أن فريق دينامو زغرب باغي يتعاقدوا مع خالي لوزيتش؟ راه هي الصحافة البوسنية والكرواتية اللي هي نفس الصحافة اللي كتطلع معها دائما يا وحيد، وهي اللي كتقول ديك الأخبار اللي ما عجبكش وفي نفس الوقت كتنتقدها، مثل موقع سبورت كي اللي كتطلع معاهم. هما نفسهم اللي قالوا أن الإقالة ديالك قريبة وأنك محط اهتمام من نادي دينامو زغرب. المهم واحد خالي لوزيتش ختم حديثه قائلا: لا فكرة لدي عما يكتب عني، أنا حاليا في كرواتيا وسأذهب الى فرنسا غدا، بعد ايام قليله ساعود الى المغرب وهذا كل شيء. وباش تعرفوا ان الكلام ديالو متناقض وغير منطقي بالمره، وهي فاش قال: لا فكره لدي عما يكتب عني، وهو من الصباح كيجاوب على داكشي اللي تقال عليه من الصحافه. المهم باش ما نطولوش في هذا الموضوع لاننا تكلمنا عليه كثيرا. اذا بخلاصه، الحسم غادي يكون النهار اللي غادي يرجع للمغرب، غادي يكون اجتماع بينه وبين رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي القجع، وديك الساعه غادي يكون القرار النهائي. لان فوزي القجع قال حرفيا: اساس الاجتماع وهو عوده جميع اللاعبين المستبعدين، وهذا الشيء كنا سمعناه بالصوت والصوره. اذا الامور راها واضحه. اما فيما يخص المغربي ياسين بونو، فالبلجيكي تيبو كورتوا وحارس الميرينغ ريال مدريد خرج بتصريحات مع صحيفه اصل اسبانيه وهضر على المنافسه بينه وبين بونو على جائزه زامورا، وقال بالحرف: الفوز بزامورا مساله معقده بالنسبه الي، لقد استقبلنا الكثير من الاهداف خلال الفتره الاخيره، المنافس الذي يستحق ذلك هو حارس اشبيليه ياسين بونو، انه صديق جيد لي، اعرفه منذ الفتره التي قضيناها معا في أتلتيكو مدريد. إذا لم أفوز أنا بالجائزة عليه هو أن يفوز بها، إنها مكافأة جيدة بالنسبة إليه، لكن بالنسبة لي الفوز ببطولة لا ليغا سيكون أمرا رائعا، دون الحديث عن دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليغ. ومن تصريحات الحارس كورتوا كتحس به أنه مقتنع أن جائزة زامورا غادي تكون من نصيب المغربي ياسين بونو، ومنطقيا هو الأقرب، وأكيد كنتمناو مغربية إن شاء الله لأنه بكل أمانة يستاهل. وفي الختام كيبقى رأي ديالكم، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله. ومع السلامة.